الشوف على موعد مساء السبت مع الأغنية التراثية اللبنانية والصوت البقاعي الصادح للفنان عاصي الحليني الذي قصد ساحة دير القمر حيث أحيا حفلا غنائيا في مناسبة عيد مرتقلة. من كل المناطق توافد محبو عاصي ليستمتعوا بأحلى أغنياته. سعيدين أنه موجودين بالجبل وبالشوف وبدير القمر بشكل خاص لحتى نزيد الفرح بقلوب الناس الفرحانة ونخفف الألم عن الناس اللي في بقلوبها ألم. وبالنسبة لي الشوف والجبل هن جزء لا يتجزأ من كل منطقة بلبنان. بحب كتير اتشكر اهالي دير القمر يلي فاتحين الليلة قلوبهم وساحاتهم ليستقبلوا كل اهالي الشوف. نحن بنشكرهم كتير لان فسحوا لنا المجال نعمل سهرة بهالساحة المميزة اللي عندهم مثل ما شايفين ورانا. وبنتمنى دايما لدير القمر الازدهار ودايما تكون فيها الافراح والحفلات. دير القمر رقصت الدبكة مع عاصي الحليني الذي قدم مجموعة من اشهر اغنياته والهب الحفل بايقاعاته الحماسية. وعلى هامش الحفل حضر برنامج The Voice الذي يشارك عاصي بحلقاته الأسبوعية والتي تعرض على شاشة الـ LBCI. بالنسبة لـ The Voice هلأ طبعا نحن بالمراحل، أنا بعتبر عندنا بأول المراحل، بس بوعد المشاهدين بأنه رح تشوفوا حلقات كتير محتدمة وكتير فيها تنافس وبوعدكم بالأحلى.